وحول هذا الموضوع أشارت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشارت إلى الإقبال الكبير الذي حصده سوق المزارعين من قبل زواره، مؤكدة استمرار المبادرات الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. والوثيق بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووزارة البلديات والزراعة منذ إنشاء سوق المزارعين. طبعا على مر السنوات تحققت الكثير من الأهداف المرجوة، أهمها أنه أصبح منصة للمنتج البحريني فقط بدون ما يكون له أي منافس من الأسواق الخارجية، وكذلك السوق عزز روح التنافس بين المزارعين، فأصبح عندهم تنوع وفير ما شاء الله من المنتجات، وكذلك بجودة الإنتاج والتغليف، وفتح مجال لهم للصناعات التحويلية مع الأسر المنتجة في مملكة البحرين. كذلك عرفت الناس المزارعين البحرينيين لأنهم نفسهم يكونوا متواجدين أحيانا مع عائلتهم في الفرشات، انفتحت لهم قنوات تسويق جديدة في يعني مع الكبرى المراكز التسويق في البحرين وحتى مع بعض الفنادق والمطاعم. فبشكل عام يعني الحمد لله رب العالمين تحققت أهداف كثيرة.